مخير كانت تكون نتيجة أفضل. شوف خليل ترشح فيفري 2020 كان عندنا برنامج تحضيرات، جاء الكوفيد والكونفينمون معناها موقف ناس قعدنا نخدمه، لكن بالحق معناها التأجيل هذا كان في صالح خليل انه زاد ترينا اكثر وزاد تحضر اكثر، واول ما رجعت معناها الامور رجع الصفر ورجع معناها لي ستاج ولي كومبيتيسيون احنا انطلقنا في تحضيرات، عملنا تربص في تونس وانطلقنا زوز تربصات في الاردن، تربصات مشتركه يعني مع دول اخرى روسيا جورجيا العديد من الدول الاخرى، زوز تربصات دورة تركيا دورة اسبانيا تربص في روسيا تربص في تونس اخر قبل ما نغادروا الكازاخستان اللي هو الستاج الاخير، تربص في تونس مع ستة رياضيين اللي هما معناها تقريبا في وزن خليل باش يخدموا معاه لي ستيل الكل، من بعد نقلنا الكازاخستان اللي هو التربص الاخير قبل طوكيو، معناها بالحق معناها برنامج دسم والجامعه معناها حطت كل امكانياتها الخليل، علاش؟ لانه عارفين خليل ينجم يعمل نتيجه. سيف كان مشى اقل بعام عم ناول اصغر بعام، كانت تقول يحقق ريزولتا هذه في 19 خليل هكا ولا 19 كان مشى في 18 مش يعمل بوديوم، يعمل بوديوم يحقق يحقق نجم يحقق حتى ذهبي، جاب سلاح العام اللي جاب سلاح، احنا زدنا خدمنا اكثر وزدنا معناها خليل مشى احسن حاضر احسن. شنو حكايه الفيزا ما حبوش يعطيو هذاك البريطاني شامبيون دي مون؟ حضرت نهار اللعبه من الاولانيه ريفيزي عاودت فيزا حضرت نهار اللعبه، علاش شنو السبب ما نعرفش، اما فما برشا عبيد حتى فما واحد ايراني ما عطاهوش فيزا مشاش يلعب شامبيون دي مون. شو تحس مقصوده معناها من ولا ليه كيكا ما نعرفش، اما تعال في اخي شنو رايك سيف؟ والله بالنسبه لحكايه الفيزا هي حضرت يوم اللي يلعب خليل، خاطر عملنا معناها مجهوداتنا الكل باش يمشي قبل اللعبه، حتى معناها الاتحاد الدولي حكينا معاهم وقالوا لنا ما يساش يجي يوز نهار اللعبه نورمال، لكن مالوغوزمون حضرت في اخر وقت، ومش خليل كهو فما لاعب ايراني فما بعض الدول الاخرين زاد اللي معطوه في الفيزا، كما تعرف انت الفيزا نتاع بريطانيا صعيبه. ان شاء الله تكون فيها خير باش يشارك في كومبيتيسيون، معناها صار عنده انفيتاسيون نتاعو عنده انفيتاسيون عنده كل شيء وعطاه الفريق الكل مع عدا خليل. سيف التايكواندو جاب برشا بطاقه اللي حتى الاولمبياد اللي فات وسامي الوسلاتي كان جاب ميداي فيه، تحس فماش اهتمام كبير بالتايكواندو من قبل، حتى مع ظهر لي حتى الرياضيين اللي مشاو لطوكيو ما كانوش اغلبهم من المستهدفين حتى في التحضيرات. شوف التايكواندو بالحق معناها نفس الكلام اللي حكيته مع السيد الوزير والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه، لو بالحق يحبوا كل الالعاب الاولمبيه يعملوا ميداليات واكثر من ميداليه يصرفوا على التايكواندو. يحطوا يخدموا على التايكواندو بالحق، قراب احنا ننافسوا في كوريا، ننافسوا في ايران، ننافسوا في الدول معناها الدول العظمى في الرياضه هذه. بخلاف خليل فما عندنا ملاعبين اخرين، عندنا العديد من الابطال، عندنا برشا ديزاتليت صغار وقاعدين يخدموا، ما تعرفوهمش انتم كاعلام لكن هما قاعدين يخدموا. ما يصيرش فرصه سمينا ما يصيرش، شكون السنه حتى في باريس بخلاف خليل في باريس فرص قطوسي وسام الوسلاتي اللي مش يرجع في ديسمبر ان شاء الله، شيما التومي فارس بو جمعي والعديد، مش تعمل لي مشكلة انت نسميش حاجة ميسيلش اللي تفكروا سميه ميسيلش، هذوما جابوا ميداليات، هذوما جابوا أربعة ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا، نعاود زمان في راس وشيمة وفارس وجمعي. روبير بطولة أفريقيا ولا لا ولا بيان سور روبير، احنا راهي أفريقيا توا الألعاب الأولمبية اللي فاتت عملت خمسة يظلي ميداليات، الألعاب الأولمبية هذه عملت خليل وزوز مصريين وكوت ديفوار أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، يدل اللي قارة أفريقيا قوية. خليل اللي ما يعرفوش برشا ناس باش تنقل لنا المعلومه انك ما كنتش تدخل التصفيات هذه نتاع الاولمبياد، صحيح ولا لا؟ صحيح. فما عباد احتاجت انه كيفاش خليل ماشي للتصفيات، نقول انا سبب ولا انت؟ احتجت ولا ما احتجتش؟ فما شكون قال خليل ماشي بالاكتيف خاطر بوه مدرب التايكواندو؟ بالاكتيف اسمع، مش بالاكتيف، هي كيفاش بعد جافري كان جيت معناتها الاوبجيكتيف الجاي كاليفيكاسيون. فما معايا دي زاتليت ما بعضها في نفس الميزان، ما فاهمين فيهاش حكايه كتيف هذه مش كتيف، جيت فما مراسله وصلت للجامعه مش مراسله اداره النخبه، لا اداره النخبه لا شيء، جيت كومبيتيسيون لعبنا اللي يربح قال باش يمشي. وفما حاجات شوف خريب. شوف نفسر لك مساج حكيك انا نتصور انت عندك معلومات اكثر. انا ملم اكثر صحيح. بالنسبه لخليل كان معاه لاعب اللي هو هادي النفاتي اللي هو صديقي معناه كان يتدرب معايا قبل، كانوا في نفس الوزن، كانوا معناه يتنافسوا كاي رياضيين. العمر شنو قراب ولا لا؟ هادي اكبر من خليل. شوف راه في التايكوندو احنا في كل ميزان تلقى احنا ميزان 63 في بطوله افريقيا عندنا سبعه رياضيين ممتازين، مشى واحد برك عمل ميداليه ذهبيه يدل على انه معناه عندنا كونكورنس قويه واختيار ناجح.
كيف كيف ميزان خليل اخر وقت احنا ما كانش خليل محطوط اللي مش يلعب، كانوا محطوطين دوز اتليت هادي وخليل فهمتني، ومازالوا الاخر وقت مش نعملوا احنا تربص في روسيا، كنا مش نعملوا سيليكسيون في روسيا، لكن هادي قبل ستاج هذا انسحب فهمتني، كان باش تصير سيليكسيون في روسيا بالرغم انه لعب مع بعضهم في باريس وخليل تفوق فهمتني. هو لازم كل ميزان واحد، كل ميزان واحد ما نجمش يبدل الميزان، تنجم تبدل الميزان لكن حظوظك بطبيعه مش تنقص من كيما 58 68 دونك بعد تربص روسيا هذاك وقت مشى شوي يعني على خليل، والحمد لله معناها خليل الوحيد اللي ترشح والوحيد اللي كان حاضر في طوكيو وعناه وحضر معناها تشوف احسن حضور. علاش ديما نخدموا سيف على الاوزان الخفيفه في التايكواندو؟ لا نخدموا على الاوزان العاليه كما في ريو عملنا في ميزان 80 اسامه سيدي تحت 80 كيلوغرام عمل ميدال دو برونز. فهمتك. به في التحضيرات الجامعة والوزارة تقريبا عملوا اللي عليهم ولا كيف كيف اللجنة الأولمبية؟ بون واش نقول لك عملوا عليهم وما عملوش اللي عليهم؟ أنا اللي نقول لك عليه أنه بالحق معناه وجود خليل ووصول خليل اليوم المكتب الجامعي وبصفة خاصة رئيس الجامعة سيد محمد غنام بالحق أمن بالمشروع وأمن معناه بخليل، والحمد لله اليوم على ذاك أنا بالحق نأكد أنه بالحق معناه الإنجاز اللي يرجع الفضل اللي هو لأنه وقت اللي احنا حطينا خليل مش يمشي كما قلت انت ولد المدرب معناه تعرضنا لبرشا حاجات ما الحمد لله معناه احنا فنيين وانا انا بطلع عالم نعرف معناه المدرب الروسي معناه مدرب كبير ويعرف يعرف شنو نعرف شنو نعمل نعرف شنو نعمل معناه الحمد لله معناه كان الشوا نتاعنا ظهر في طوكيو وخدمتنا الكل دورت في طوكيو دورت في بطوله افريقيا وان شاء الله معناه لو لقينا الدعم معناه من سلطه الاشراف الدعم وفروا لكم الدعم اللازم للتحضيرات الدعم اللازم مخلكش الدعم اللازم كنا معناها كانوا نجم يدعمونا اكثر لكن هاي احنا عملنا نتيجه واكدنا بعد ريو اكدنا في طوكيو ان شاء الله معناها يوفروا لنا الدعم اللازم باش نزيدوا نصنع ابطال باش نعطيو فرصه للولاد الاخرين. من الانتقادات حتى استاج في روسيا ظهر لقى انتقادات استاج الاخير انت ملم بكل شيء حتى قالوا المدرب الروسي ولا مدرب روسي مش يمشي لعائلته وهذا شوف وهذا بالحق معناه ماذا بين الترف على الحاجات هذه وهذا عيب عيب بالحق انا حتى المدرب الروسي ما نحبوش يسمع بالحاجات هذه لانه علاش احنا اليوم مشينا لروسيا استاج ما فيهوش روسيا هناك وفي روسيا اذربيجان مصر مصر بطل اولمبي عمل ميداليه برونزيه موجود في استاج الروسي تحت 80 بطل اولمبي هز ميدالي دور موجود في استاج معناها عدة ابطال موجود مزيد الستيل نتاعهم مش كيفنا نحن وين نروح مع روسيا ذاك خليل فهمنا التكنيك موش معناها ستيل مش كيفنا خليل خلينا نفسر لك مسج خلينا نفسر خليل اول مباراه مع روسيا والروس عندهم ستيل خاص نتاعهم مش معناها تكنيك مو فاست تكنيك مو ستيل نتاعهم معناها عندهم برشا خدمه في الامور الفنيه نتاعهم يختلف على الاسيويين يختلف على الاسيويين لكن الستاج هذا كان فيه الاسيويين كان فيه كازاخستان زاد فهمت دونك اخترنا الستاج تاع روسيا هذا باش نوعوا في الستيل وباش يخدم خليل مع الروسيين وكان المدرب الروسي احنا من حسن حظنا عندنا المدرب الروسي انه استدعى بعض اللاعبين معناها يجيو على النهار باش يلعبوا مع خليل والحمد لله نكل نعاود ناكد لك اللي كان النتائج يتكذب النتائج اللي احنا ما ننساش اخويا ما نعرفوش نخطوا ما نعرفوش نخدموا لكن هاي النتائج ان شاء الله الناس كلهم ما يخافوش كيفكم. كيفاش خليل فما شنو الاضافه نتاعو المدرب الروسي؟ اللي كنت تحس روحك طورت معاه انا كيفاش ريت من جونيور ريت الانتقال من جونيور للسنيور مش حاجه سهله معناها لازمك فتره انا ريت اول ما طلعت للسنيور نلقى هو اول كومبيتيسيون ما لقيتش فيها روحي عرفتها مازلت جونيور عبيد سنيور كبار ديجا تضربت برشا في يدي وبرشا ضرب معناتها نتاع انت صغير وتلعب مع الكبار اما ريت بعد الكومبيتيسيون هذيك عملنا بريباراسيون به بالشفا معناها اول جو افريكان جيت عملت فيها ذهب وفي الدومي فينال ربحت المصنف الاول في ال 54 في الميزان هذاك وبعد ريت جت بريود لعبنا كاليفيكاسيون وبعد جات كورونا روحوا للبلاد اول عام معناتها 2021 طلبته وانا باش يجي معناتها ديما ناكد على الكوتش باش يحضر خاطر عرفت تحس بالاضافه اللي قاعد يقدم لك جي وك شفت معناتها النتيجه شنو كان نتيجه صحيحه باهي مشينا للاولمبياد دخلنا القريه الاولمبيه كيفاش خدتوا الجو في اليابان؟ قبل ساعه اليابان كنا في كازاخستان جو باهي على الاخر تحضيرات اخر استاج معناها باهي حتى في الجو جو عالمي نترينا مع عباد معناتها بروفيسيونيل ديزاتليت معناتها الاخر ايامات في الجب معناتها قبل جوز اولمبيك عباد دي بروفيسيونيل تخدم معاك تحضر معاك دخلت زاد غاديك عامل بون كيف حاضر باش
حاضر حتى مونتا المو باش تلعب كومبيتيون على روحك وتجيب الميداي وتروح. هذا اللي صار في اليابان. في اليابان دخلت الجو به فما جو فما كل شيء. واحد عام بس على حاجه انا كيفاش عديت العيد الكبير؟ العيد الكبير كيفاش تعدى غاد؟ العيد الكبير خويا نضربوا في الدجاج اللي في الدين. دجاج مش مشوي. لا ما عندهمش مش ما عندهمش. صعيبه سيف العيد شفتو غادي والله متعودين احنا بالظروف هذه بحكم بحكم معنا لي ستاج ولي كومبيتيسيون متعودين معنا مش اول عيد. الحمد لله عيدنا عيدين على معناها عملنا عيد زوز عيد زوز عيد الحمد لله. باهي نحكيو شويه على الكومبيتيسيون. ماتش الاول كما كنت تحكي في الدروسي ميخائيل اللي اسمه خمس بطل العالم وبطل اوروبا. مش العالم مش بطل العالم مش الكوري بطل العالم والذي بطل العالم الروسي العالمي الروسي وصيف بطل العالم 2017 وبطل اوروبا 2018 والكوري بطل العالم في النسخه الاخيره معناها وكان مصنف الاول في الرانكينج وفي بطوله العالم تفوق على الناس كل معناها بسكور كبير. احكي لنا شويه على الماتش الاول ربحتوا 25-18 هذا كيفاش دخلت كنت مأمن روحك باش تربحوا خليل؟ اكيد كنت مأمن روحي خاطر القرعه نتاع الجوز الاولمبيك نعرفها عندي فما اربع خمسة شهور. التحضيرات الكل كانت مركز عليه هو؟ حضروا لي عنا برشا وكنت نجم نبدل منها البلاصه خاطر انا مانيش مرانكي نجم نلعب في دو تروا كومبيتيسيون نزيد في الرانكينج ونبدل من البلاصه. فهمتك. معناتها نمشي نشوف نصف نهائي اسهل ونضمن معناها فينال سيور. فهمتك. اما معناتها حبيت لو وقفت على الصعيب معناها. لازمك تعمل حاجه تاريخيه طب. ما تشوفش خليل هذا طيحك شويه فيزيكمون كي تلعب ماتشات صعاب؟ والله ما طيح شويه فيزيكمون ساعه هذا يطلعك اكثر من الارمون باش تلعب مع بيد كبار وانت انت اما يتعبوك اكثر ولا؟ ما يتعبوكش اكثر خاطر علاش؟ ريتهم هما كيفاش بداوا كيف كنت من الصفر كان واحد شيء عمل مونديال بدا بهذيك انا زاد كيف كيف ما عندي صحه ميداد برونز اما في السنيور حاجه اخرى بديت بهو وربحت وبديت زاد بالكوري وربحت. تكنيكمون على شنو ركزتوا سيف في الماتش الاول مع روسي؟ بالنسبه للاعب الروسي شوف انت سالت خليل على اللاعب الروسي احنا القرعه عاملينها قبل تقريبا بشهرين لانه احنا القرعه نتاعنا تصير عن طريق التصنيف احنا معناها اخترنا ان نكونوا مع الروسي لانه علاش؟ احنا نعرفوا ستيل خليل وستيل اللاعب الروسي وغير اللاعب الروسي عندنا ثقه في خليل انه يربح اللاعب الروسي مع انه اللاعب الروسي راه خطير بالحق معناه كله خطير معناه اللاعب عنده خبره قوي لاعب قوي ولاعب معناه روسي روسيا اليوم احسن عامله زوز ذهبيات اربع ميداليات فهم زوز ذهبيات اقوى دوله تقريبا وهي هزت الالعاب الاولمبيه. الحمد لله معناها ركزنا الخليل معناها حضرنا الروسي بالكدا ربح الروسي. الكومبا الثاني كانت مع الاثيوبي اللي هو معناه لعب مع خليل قبل شهر تفوقنا عليه وتعدينا الكوري اللي هو حكينا شوي على الاثيوبي خليل فتقتوا من بعضه ظهر الاثيوبي لعبت معه في تركيا لعبت معه في تركيا اول كومبيتيسيون ربحته زيدا ربحته معناها عندك اسوندون بسيكولوجيك عليه اي انا كنت نعرفه ما الكوتش يعمل لي العب عباره ما تعرفوش هذاك علاش زدك التريحه اكثر من اللي فات معناتها سكول كبير معناتها ماتش كان سهل ولا ليه ولا ليه معناتها ماتش سهل مش سهل اما معناتها كي تعرف كيفاش تلعب لازمك معناتها لازمك تفك طرحك بسهوله واحد كان حاضر هذاك علاش فكت راحه. اهم ماتش في البطوله ظهر لي ماتش الكوري. اهم ماتش حكيت حكيت ماتش في الكوري. حكيت حكايه باش نخليه بعد الاخبار مع سهيل السمعي باش نرجع نحكيو عليه. فاصل الاخبار وبعد مكملين.